تعتبر هذه المؤتمرات من المؤتمرات المهمة نظرا لما تحويه من موضوعات في مكافحة الإرهاب، نظرا لجريمة لما تتمتع به جريمة الإرهاب بالوقت الحالي. جريمة الإرهاب هي من الجرائم الخطيرة التي تواجه مجتمعاتنا في الوطن العربي وعلى المستوى الإقليمي والدولي. جاءت مشاركتنا بهذه المؤتمر استجابة للدعوة الكريمة من الحكومة، حكومة أبو ظبي. نحن بالأردن نواجه جرائم الإرهاب والإرهاب الإلكتروني. التعاون مشترك في مكافحة هذه الجريمة، ونتأمل أن يصدر عن هذا المؤتمر مجموعة توصيات من شأنها تطوير المجموعة التشريعية التي تتعلق بمكافحة مثل هذه الجرائم إن شاء الله.